خيرنا مشاركين من عدة أقطاب من الوطن الجزائري، دونك ما خيرناش غير من الجزائر العاصمة، عندنا من الشرق من الغرب من الوسط، وهذا ما يعطينا الخريطة الوطنية للمولود. دونك باش باسكو الوزارة راهي تخمم باش تدير خريطة وطنية للتراث غير المادي والتراث المادي. ديجا التراث المادي ديجا علنت عليها الوزيرة، ورانا في نخمو باش نديروا نفس الخريطة الوطنية باش يعطيونا المولود وين موجود والأهمية تاعو. المشاركة تاعنا هي مشاركة يعني رمزية من أجل إحياء المولود الثقافي والتراث الثقافي بعدة أنشطة تقليدية. لباو الحرفيين يعني النداء وجاو باش يعرضوا معنا اليوم، وإحنا من بينهم ورشة حاضرة بالفسيفساء وكذلك أرسكالة، يعني المواد الأولية اللي موجودة في البيت ولا في الشارع.